السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم على المبرد. لو فاصل كهربا تماما او مش شغال معانا، بنيجي نحط الكهربا بتاعته ما بيكونش ليه صوت او اي حاجة. فدي ليها اسباب، ممكن يكون الكباس بتاعه او الموتور فيه مشكلة او المجموعة فيها مشكلة، كمان ممكن يكون ترموستات المؤشر بتاعه فيه مشكلة محتاج يتغير، بيتفك من هنا طبعا ويتعمل. لكن المشكلة اللي بتحصل اكتر واللي احنا هنتكلم عليها النهاردة دي حاجة بسيطة جدا وممكن تحصل، فازاي نعرفها؟ لو لقينا الزرار ده موجود بنفكه، وده بيكون يا جماعة الفيوز. الفيوز دوت لو كهربا مش مظبوطة او في مشكلة خاصة بالكهربا فده بيتحرق. شكله بيكون كده لو محروق، فبنقدر نعرفه. او السلك بتاعه بيكون فاصل اللي هو في الداخل ولونه اسود، فده لو بايظ مش هيشغل المبرد خالص، وده بيكون موجود في معظم الاجهزة. فده حاجة كتير ناس ما تعرفهاش، فاول حاجة لازم نكشف عليها لو مش واصل له كهربا هو الفيوز. نقدر نغيره، سعره رخيص جدا، ونركبه تاني، لان ده لو بايظ او من غيره ما بيوصلش كهربا تماما. بيركب بالطريقة دي، في سوستة هنا جوه كده ثابت من ناحية، الناحية التانية تربك كويس كده نشغل كهربا يبقى تمام معانا، مفيهوش اي مشكلة. وكده مشكلة ان هو عدم توصيل الكهرباء خالص او مفيش صوت للمبرد كده انتهت، وشكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.